القضايا الإقليمية تتصدر جلسة مباحثات السيسي وبوتين التي يعقبها توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين. العليا للانتخابات تواصل تلقي طلبات الترشح في الانتخابات البرلمانية وتلغي التصويت للمصريين في اليمن لتدهور الأوضاع هناك. لليوم الثاني على التوالي تواصل المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية برعاية المبعوث الأممي للتوصل لحل للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد. السيدات والسادة، تحية لحضراتكم العاشرة صباحا في القاهرة، نشرة إخبارية موجزة من النيل، البداية فيها مع زميل خالد حسين، تفضل خالد. شكرا لك فوزي وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تجرى اليوم إجراءات مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل أمس للبلاد، يعقبها مباحثات مصغرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم يعقد الرئيسان جلسة المباحثات الموسعة ليشهد بعدها توقيع عدة اتفاقيات. وعقب ذلك يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا يلقي خلاله كل منهما بيانا، ثم يقيم الرئيس مأدبة غداء تكريما للرئيس بوتين والوفد المرافق له. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمس نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمطار القاهرة، ثم اصطحبه لمشاهدة عرض ثقافي في دار الأوبرا حول تاريخ العلاقات المصرية الروسية. وعقب انتهاء الاحتفالية الثقافية أقام الرئيس السيسي لنظيره الروسي حفل عشاء خاص ببرج القاهرة. فلاديمير بوتين ضيفا عزيزا على القاهرة. بوتين استقبل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفاوة بالغة في مطار القاهرة الدولي، حفاوة عكسها الاجتماع الودي المصغر الذي عقد عقب وصول بوتين مباشرة إلى مصر، والذي رحب خلاله الرئيس السيسي بضيف مصر الكبير واصفا زيارته بالتاريخية. دار أوبرا القاهرة التي اصطحب الرئيس السيسي نظيره الروسي إليها رحبت بضيف مصر على طريقتها، أجمل باقات الورود قدمت من أطفال مصر للزعيمين. السيسي وبوتين الذي صفق لهما طويلا من الحضور في مسرح أوبرا القاهرة الكبير شهد عرضا ثقافيا تناول تاريخ العلاقات المصرية الروسية. احتفالية دار الأوبرا أعقبها حفل عشاء رفيع المستوى أقامه الرئيس السيسي لضيفه الروسي في برج القاهرة، ليتبادل الرئيسان بعد ذلك الهدايا التذكارية. مراسم الاستقبال الودية لبوتين عقب وصوله القاهرة تأتي قبيل بدء جدول أعماله الرسمي الذي يبدأ وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمراسم استقبال رسمية ثلاثاء، تليها مباحثات مصغرة بين الرئيسين، ثم جلسة المباحثات الموسعة بحضور الجانبين المصري والروسي، ويعقبها حضور مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، ليعقد بعد ذلك مؤتمر صحفي يلقي خلاله الرئيسان بيانا بشأن المحادثات التي من المتوقع أن تتناول العديد من قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتطورات الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن وسبل مكافحة الإرهاب الدولي. زيارة بوتين إلى مصر في هذا التوقيت المهم عدها المراقبون رسالة إيجابية إلى العالم، لا سيما أنها تسبق مؤتمر مصر الاقتصادي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أبو بكر الدسوقي، مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية. دكتور أبو بكر، صباح الخير أولا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. في البداية قراءتك لأهمية وتوقيت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر في هذه الظروف بالذات وفي هذه المرحلة، ومن خلال متابعتك للزيارة ما هي أهم الموضوعات التي سيبحثها الرئيسان أو يمكن أن تطرح للنقاش وتتصدر قيمة الموضوعات بين الرئيسين؟ أولا في مغزى وأهمية الزيارة أن هذه الزيارة جاءت في توقيت فعلا حساس جدا بالنسبة لمصر، ومغزى رسالة هذه الزيارة أن روسيا تقول للعالم أنها تدعم مصر بشكل غير عادي،
خاصة ونحن على اعتاب المؤتمر الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر خلال منتصف الشهر القادم، وأيضا موعد الانتخابات البرلمانية بانتخاب مجلس النواب واستكمال خارطة الطريق، وأيضا لما تشهده مصر من تهديدات بسبب تزايد عمليات الإرهاب. روسيا تؤكد على دعمها القوي لمصر في هذه المرحلة وفي مواجهة هذه المتطلبات الرئيسية، وتقول للعالم أنها بجانب مصر، ودي طبعا رسالة إيجابية سوف تشجع الكثيرين أن هم يعني يكون في إقبال كبير على المؤتمر الاقتصادي، ودعم في نفس الوقت للحكومة المصرية في التهديدات والمتطلبات القادمة بالنسبة للدولة المصرية. طبعا وأيضا بيؤكد على عمق التواصل بين مصر وروسيا الممتد منذ الخمسينات والستينات، والذي تبلور بشكل أساسي وواضح وعميق بعد ثورة 30 يونيو وزيارة وزيرة خارجية والخارجية والدفاع الروسية للقاهرة في ترسيغة 2+2، وأيضا زيارة الرئيس السيسي في موسكو عندما كان وزيرا للدفاع وأيضا رئيسا للجمهورية. نعم دكتور أبو بكر الدسوقي مستشار مجلة السياسة الدولية، شكرا جزيلا لك. وتتميز العلاقات المصرية الروسية بخصوصية منذ عقود نتيجة للتحالف الوثيق بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. واتخذت موسكو منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى ثورة 30 من يونيو موقفا مساندا لمصر في جميع المحافل الدولية، تأكيدا منها على محورية دور القاهرة في المنطقة. زيارة ذات دلالات قوية تلك التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة في ظل روابط التحالف القوي بين البلدين منذ عقود، والتي ازدادت قوة عقب دعم موسكو لإرادة المصريين في ثورة 30 من يونيو لعام 2013. روسيا ترى في مصر دائما أنها مركز صناعة القرار في منطقة الشرق الأوسط والبقعة الجيوستراتيجية الأساسية في المنطقة، الأمر الذي تجسد في مساندة مصر في حربي 1956 و1973. موسكو كانت من أوائل الدول التي أعلنت صراحة تأييدها لثورة 30 من يونيو وما تلاه من تطورات، بما في ذلك جميع محطات خارطة المستقبل وتأييد جهود القاهرة في الحرب ضد الإرهاب. وعقب ثورة 30 من يونيو توطدت العلاقات بين القاهرة وموسكو، حيث تبادل وزيرا خارجية ودفاع البلدين الزيارات لتعزيز التعاون السياسي والعسكري. روسيا أيضا شاركت بوفد رفيع المستوى تمثل في رئيس البرلمان لحضور مراسم تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية منتصف العام الماضي، وتأكيدا على عمق العلاقات التي تربط مصر وروسيا. جاءت زيارة الرئيس السيسي إلى مدينة سوتشي أغسطس الماضي، حيث عكست مراسم الاستقبال وحفاوة لقاء الرئيس بوتين بالرئيس السيسي نحو 60 عاما من العلاقات المتميزة بين البلدين. ومنذ تولي الرئيس السيسي مهامه والتطابق في وجهات النظر كان هو عنوان المشهد مع موسكو، خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. على الصعيد الاقتصادي اتفقت أيضا القاهرة وموسكو على زيادة روسيا لحجم صادراتها من الحبوب إلى مصر بأكثر من 60%، على أن ترفع مصر حجم صادراتها الزراعية إلى روسيا بنسبة 30%. القاهرة وموسكو اتفقتا أيضا على إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر في مشروع محور تنمية قناة السويس، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2013 إلى قرابة 3 مليارات دولار. يلتقي اليوم وفد رفيع المستوى من نواب البرلمان البريطاني برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني بوزير الخارجية المصري سامح شكري. كان سفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن قد أعلن أن الوفد سيلتقي خلال زيارته التي تستمر يومين ممثلين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأيضا عدد من المسؤولين المصريين. قررت اللجنة العليا للانتخابات إلغاء التصويت في الانتخابات البرلمانية للمصريين داخل اليمن، وذلك للظروف الأمنية التي تمر بها اليمن حاليا. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه لجان الانتخابات في المحافظات تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب. من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن تقديم طلبات الترشح في الانتخابات البرلمانية شهد إقبالا كبيرا من راغبي الترشح بمختلف محافظات الجمهورية.
انطلقت فعاليات المناورة البحرية المصرية السعودية المشتركة مورغان 15 والتي تجريها وحدات من القوات البحرية المصرية والبحرية الملكية السعودية. تستمر المناورة لعدة أيام، ينطلق بنطاق البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، ويشارك في التدريب عدد من الوحدات والقطع البحرية من المدمرات والأنشطة الصواريخ وسفن النقل والإمداد. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترا محاكمة 68 متهما، من بينهم محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بالقاعدة. كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهما تتضمن التواطؤ لإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي بهدف تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى نشر الفوضى في البلاد. لليوم الثاني على التوالي تواصل القوى السياسية اليمنية مفاوضاتها، وذلك برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر، في ظل تضارب الأنباء بشأن التوصل لصيغة تفاهم للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد. كان حزب الناصري والإصلاح قد انسحبا من مفاوضات اليوم الأول نتيجة تعنت الحوثيين. خطوة للأمام خطوتان للخلف، هكذا تمضي جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة السياسية في اليمن برعاية المفد الأممي جمال بن عمر. ففيما تتفاقم الأزمة السياسية المستمرة في اليمن منذ 10 سنوات، انسحب حزبان من محادثات الأزمة السياسية التي يراها بن عمر بعد أن قال إنهما تلقيا تهديدات من حركة الحوثيين المهيمنة على البلاد. فقد انسحب حزب الإصلاح وهو من أحزاب المعارضة الكبيرة ويضم إسلاميين سنة وزعماء قبليين كبار، وحزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأصغر من الجولة الأولى من المحادثات نظرا لمحاولات الحوثيين فرض خيارات على المجتمعين بالقوة. نحن سننسحب لأنه لا يوجد تعهد حتى هذه اللحظة بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية. سننسحب لأن هذا الحوار لا يعطي إلا غطاء للانقلاب الذي تم فرضه ما لم يتم التراجع عن الإعلان الدستوري بوضوح وبإعلان عام. لن نستمر في الحوار. لكن المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر أكد أن الحوار سيستأنف مجددا من حيث توقف الخميس، أي قبل فرض الحوثيين الإعلان الدستوري ما أوصل اليمن إلى مرحلة الفوضى السياسية التامة. أشكر الإخوة ممثلي القوى السياسية لاستجابتهم لهذه الدعوة لاستئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية. كما تعلمون ما فتئت الأمم المتحدة ومنذ العام 2011 ملتزمة ببذل مساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف. كان الحوثيون قد سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر الماضي بعد تمرد مستمر منذ 10 سنوات، كما سيطروا على مقر الرئاسة اليمنية وأصدروا الجمعة الماضية إعلانا دستوريا حلوا بموجبه البرلمان وشكلوا لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد إلى حين تشكيل مجلس رئاسي. وقال الحوثيون إن هذه الخطوة تهدف إلى ملء الفراغ بعد استقالة الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح الشهر الماضي. لكن معظم الأحزاب السياسية اليمنية بما في ذلك حزب المؤتمر العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي اعتبر حليفا للحوثيين في السابق رفضوا هذه التدابير الأحادية الجانب وحذروا من اندلاع حرب أهلية في اليمن. إن الاتحاد الأوروبي قد طالب أمس بإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس اليمني عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وكبار المسؤولين، داعيا ميليشيات الحوثيين التي تسيطر على صنعاء إلى نبذ اللجوء إلى العنف. وأكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في ختام اجتماعين في بروكسل دعمهم لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة. شددت قوات الجيش العراقي من إجراءاتها الأمنية تحسبا لهجوم محتمل من مسلحي داعش على مدينة سمراء شمال العاصمة بغداد. في غضون ذلك قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة ودول التحالف شنت 3 غارات في سوريا و6 غارات في العراق في إطار الحرب ضد تنظيم داعش. كان الجنرال الأمريكي جون ألن منسق التحالف الدولي الذي يضم 62 دولة قد أعلن أن هجوما بريا وشيكا واسعا سيبدأ قريبا في العراق ضد التنظيم الإرهابي.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم داعش بدأ بسحب مقاتليه وعتاده من حلب لتعزيز صفوفه الأمامية مع القوات الكردية والفصائل المعارضة بعد الهزائم التي منى بها. في غضون ذلك، أفادت مصادر بالمعارضة ببدء معارك عنيفة في قرى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا بين المقاتلين الأكراد ومسلحي داعش. كان ناشطون سوريون قد أعلنوا مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في مدينة دوما. بعد عمليات كر وفر، تمكن مقاتل وحدات حماية الشعب الكردية من استعادة ثلث القرى التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في محيط مدينة عين العرب السورية الحدودية مع تركيا، وذلك بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد أضاف أن وحدات حماية الشعب الكردي مدعومة بلواء ثوار الرقة وكتائب شمس الشمال تمكنت من استعادة السيطرة على ما لا يقل عن 128 قرية خلال الأسبوعين الماضيين. وأشار المرصد أيضا إلى أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية انسحبوا من القرى الواقعة في شرق وجنوب المدينة بدون مقاومة تقريبا، إلا أنها قاتلت بشراسة من أجل الاحتفاظ بالقرى الواقعة غربا. وكانت وحدات حماية الشعب الكردية قد تمكنت في 26 من يناير الماضي من طرد عناصر التنظيم من مدينة عين العرب بعد 4 أشهر من المعارك الضارية بمؤادرة مقاتلي المعارضة السورية المسلحة والغارات التي تشنها طائرات التحالف الدولي. في غضون ذلك، الأمريكي جون كيري أكد أن التحالف الدولي الذي يقاتل ضد التنظيم بدأ يستعيد المناطق التي يسيطر عليها ويحرمه من مصادر التمويل الرئيسية، مشيرا إلى أنه منذ أغسطس الماضي شن التحالف 2000 غارة جوية ساعدت في استعادة 5 مساحة المنطقة التي كانت تحت سيطرتهم. وكان عناصر داعش تمكنوا في سبتمبر الماضي من احتلال أكثر من 350 قرية وبلدة في محيط كوباني، إلا أن تدخل التحالف الدولي بقيادة أمريكية عبر شن غارات جوية كثيفة على مواقع التنظيم الجهادي في مناطق عدة من سوريا وعبور مقاتلين وأسلحة لوحدات حماية الشعب في كوباني أدي إلى انقلاب موازي القوى على الأرض. ووصل التحالف الدولي خلال الأيام الماضية غاراته الجوية ضد مواقع التنظيم في مدينة عين العرب، بينما تخوض القوات الكردية التي يؤازرها مقاتلو المعارضة السورية المعارك برا. يبدأ المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا جولة جديدة من المشاورات في العاصمة السورية دمشق اليوم في محاولة جديدة لوقف القتال في سوريا. يأتي ذلك بينما أعلن الرئيس السوري بشار الأسد خلال حوار تلفزيوني أن دمشق تتلقى معلومات قبل الاضطرابات الجوية التي يشنها الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش على أراضيها عن طريق أطراف ثالثة من بينها العراق بشكل غير تكتيكي، نافيا أن يكون هناك تنسيق مع واشنطن. وأكد الأسد على أن الحكومة السورية كان لديها علم بالحملة التي تقودها واشنطن قبل بدئها لكن دون تفاصيل، مشيرا إلى أنه يشارك في التحالف الدولي لأن معظم دوله تدعم الإرهاب على حسب قوله. أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة في بني غازي نجاحهم في استعادة معسكر الصاعقة بمحور بوعظمي من قوات أنصار الشريعة وتحرير منطقة أرض بعيرة بالكامل. وعرف المتحدث أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين، وأكد أن قوات الصاعقة تستعد لتحرير بوعطني وطريق المطار خلال اليومين القادمين. في غضون ذلك، قتل رئيس كتيبة التوحيد السلفية التابعة للجيش الليبي في اشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحور سوق الحوت. قال المتحدث باسم المجلس البلدي لمدينة غدامس الليبية أن المجلس أكمل التحضيرات اللوجستية والأمنية لاستضافة جلسات الحوار بين القوى الليبية بعد اختيار البلدة لإجراء الحوار. كانت بعثة الأمم أن جلسة الحوار ستنعقد داخل ليبيا هذا الأسبوع، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تحضيرية بمشاركة قادة الجماعات المسلحة بهدف إنهاء الأزمة بالبلاد. تزامنا يجرى عقد حوار موازن يضم الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا لمساعدتها في قتالها ضد الانفصاليين الموالين لروسيا، وشدد على أمله في التوصل لحل سياسي للأزمة. وحذر أوباما خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في واشنطن من أن روسيا لا تستطيع إعادة رسم خريطة أوروبا تحت تهديد السلاح، وذلك حسب وصفه. كما أكد في الوقت نفسه أن واشنطن لا تسعى لإضعاف موسكو لحين لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها. من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن التخلي عن مبدأ وحدة الأراضي من شأنه إضعاف النظام الأوروبي بالكامل. تزامنا أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق فرض عقوبات جديدة ضد أشخاص في روسيا. من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن قرار تعليق العقوبات إلى 16 من فبراير جاء لمنح الفرصة للقمة الرباعية بشأن أوكرانيا المزمع عقدها الأربعاء في مينسك للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشرق أوكرانيا. ختاما مشاهدينا نذكر حضراتكم بأبرز العناوين. القضايا الإقليمية تتصدر جلسة مباحثات السيسي وبوتين التي يعقبها توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين. العليا للانتخابات تواصل تلقي طلبات الترشح في الانتخابات البرلمانية وتلغي التصويت للمصريين في اليمن لتدهور الأوضاع هناك. لليوم الثاني على التوالي تواصل المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية برعاية المبعوث الأممي للتوصل لحل للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد. ختام نشرة العاشرة صباحا أتتكم من قناة نيل الأخبار في القاهرة. شكرا لكم وإلى اللقاء.